ولد اللغوي والأكاديمي العراقي فاضل السامرائي في عام 1933 في سامراء. هو أستاذ اللغة العربية في جامعة بغداد حتى تقاعد في عام 1998. كان ضيفا رئيسا في برنامج لمسات بيانية على قناة الشارقة الإماراتية، وهو برنامج تلفزيوني يشرح الإعجاز البياني في القرآن الكريم. له عدة مؤلفات، منها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين. الاسم بالكامل فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري من عشيرة البدري، إحدى عشائر سامراء، ويكنى بأبي محمد. أخذه والده منذ نعومة أظافره إلى مسجد حسن باشا، أحد مساجد سامراء، لتعلم القرآن الكريم، وكشف ذلك عن حدة ذكائه، حيث تعلم القرآن الكريم في مدة وجيزة. أكمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في سامراء، ثم انتقل إلى بغداد في مدينة الأعظمية ليدخل دورة تربوية لإعداد المعلمين، وتخرج فيها عام 1953، وكان متفوقا في المراحل الدراسية كافة. عين معلما في مدينة بلد عام 1953. بعدها أكمل دراسته في دار المعلمين العالية بقسم اللغة العربية كلية التربية عام 1957، وتخرج فيها عام 1960. حاز درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، ورجع إلى التدريس في الثانوي. في أول دورة فتحت للدراسات العليا في العراق، دخل في قسم الماجستير القسم اللغوي، وحاز على درجة الماجستير في كلية الآداب. وفي السنة نفسها عين معيدا في قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة بغداد. ومن جامعة عين شمس في كلية الآداب في قسم اللغة العربية نال شهادة الدكتوراه عام 1968، ثم عاد إلى العراق وعين في كلية الآداب جامعة بغداد بعد دمج كلية التربية بكلية الآداب. عين عميدا لكلية الدراسات الإسلامية المسائية في السبعينيات إلى حين إلغاء الكليات الأهلية في العراق. بعدها أعير إلى جامعة الكويت للتدريس في قسم اللغة العربية عام 1979، ثم رجع إلى العراق. أصبح خبيرا في لجنة الأصول في المجمع العلمي العراقي عام 1983، وعين عضوا عاملا في المجمع العلمي العراقي عام 1996. أحيل إلى التقاعد عام 1998 بعدما قضى ما يقارب 40 عاما أستاذا للنحو في جامعة بغداد في التدريس. رحل إلى الخليج العربي ليعمل أستاذا في جامعة عجمان التي أمضى فيها سنة، ثم انتقل إلى جامعة الشارقة أستاذا لمادة النحو والتعبير القرآني عام 1999، وذلك إلى صيف عام 2004. السامرائي من المفسرين البيانيين المعاصرين الذين حاولوا التقرب من النص القرآني وكشف أسراره الإعجازية بأدوات لغوية محضة، فاستطاع أن يصل إلى الدلالات والمقاصد انطلاقا من اللغة القرآنية ذاتها، معتمدا على بنية الكلمة وما لها من دلالة، وعلى معنى الكلمة الخاص الذي تتميز به دون مرادفاتها، وعلى التركيب القرآني وعلاقته بالمقاصد والدلالات. وبذلك سعى السامرائي إلى اتخاذ مستويات اللغة الصرفية والدلالية والتركيبية وسيلة للوصول إلى مقاصد القرآن الكريم. من أشهر مؤلفاته نداء الروح في الإيمان بالله واليوم الآخر، نبوة محمد من الشك إلى اليقين، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، أبو البركات ابن الأنباري ودراساته النحوية، نداء الروح في الإيمان بالله واليوم الآخر، معاني النحو 4 أجزاء، الجملة العربية والمعنى، تحقيقات نحوية، على طريق التفسير البياني 2، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، التعبير القرآني، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، الجملة العربية تأليفها وأقسامها. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.